السلام عليكم، نلتقي ويا دكتور صلاح الزيدي في جلسة أخرى من جلسات الحوار الخاص بالإحصاء الهندسي، ونتمنى أن نضيف معلومات جيدة للمتابعين. واليوم سنتعرض إلى موضوع أعتقد الدكتور محضر بعض السلايدات عنه، هو موضوع المدرج التكراري والمضلع التكراري والمضلع التكراري التراكمي. وهذه يعني هي بداية لفكرة التوزيعات في نظرية الاحتمالات. فخلينا نشوف اليوم الدكتور بيش راح يبدي ويانا. تفضل دكتور صلاح، شلونك؟ الحمد لله دكتور، اشتاقنا السلام لك، عليكم. صار فوق ال10 ايام يمكن ما سجلنا شيء وياك. اي أيوة والله دكتور، السلام عليكم، ارحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين. احنا دكتور في الجلسات السابقة اللي تخص الإحصاء، يعني حاولنا أن نعطي التصور العام للإحصاء، وأنه الإحصاء بشكل عام يتكون من نوعين أساسيين. النوع الأول اللي هو الإحصاء الوصفي، اللي يحاول أنه يصف العينة من دون أن يحاول أن يستنتج من العينة خواص المجتمع، والإحصاء الاستدلالي اللي هو يعني يستفاد من نتائج الإحصاء الوصفي ويحاول أن يعمم يعني الأمور أو المعلومات أو الخصائص الإحصائية الموجودة في العينة، يحاول يعممها على المجتمع. فاليوم إحنا إن شاء الله نبدأ بالقسم الأول من الإحصاء الوصفي، وهو الإحصاء الوصفي الترسيمي اللي يحاول أن يصف العينة من خلال المرتسمات. فنبدأ إن شاء الله بهذا الموضوع، إذا أقدر أسوي شير دكتور. هي أعتقد مفتوح. إحنا فإذا هذا يعني نعم دكتور، يعني نريد نعرف من عندك كيف راح نجمع البيانات ونختصرها إلى فئات، وهذه الفئات إيش راح نستفاد إحنا من الاختصار إلى فئات، كيف راح نسوي لها عرض أو برزنتيشن حتى نقدر نشتغل عليها ونطلع منها معلومات إضافية تفيدنا. بالضبط بالضبط دكتور، هو هذا يعني الهدف الأول للإحصاء الوصفي. نعم. إحنا هنا نحاول اليوم أنه نصف العينة، لكن بشكل ترسيمي وبشكل يسمى التوزيع التكراري. التوزيع التكراري هو جدول. فببساطة هذا يعني الموضوع يتكون من أنه إحنا عندنا عينة، زين، يعني هو يفترض انه اخذت عينه، وهذه العينه تم قياسها بشكل احصائي وتكونت عندنا بيانات. هذه البيانات يعني راح نفترضها انه هي موجوده بشكلها الخام رو داتا، وهدفنا انه احنا ننظم هذه الرو داتا، ننظم هاي البيانات الخام في محاولة لوصفها. فعملية التنظيم راح تبدأ بإعداد جدول، هذا الجدول يسمى بالفريكوانسي ديستريبيوشن، التوزيع التكراري، اللي هو جدول يتكون من الفئات
والتكرارات الموجودة في كل فئة. هذا الجدول التكراري نفسه ممكن يأخذ 3 أشكال، ممكن يكون بدلالة التكرارات، وممكن يكون بدلالة التكرارات التراكمية، وممكن يكون بدلالة التكرارات النسبية، لكن هو يبقى بصرف النظر عن هاي التفاصيل أو هاي الأنواع الثلاثة، يبقى عبارة عن جدول تكراري يربط بين الفئة والتكرارات المحتوات في هذه الفئة. الخطوة الثانية من الإحصاء الوصفي الترسيمي أنه هذا الجدول التكراري يتم رسمه، يعني ننتقل من الوصف اللي في شكل جدول إلى الوصف اللي في شكل رسم. وهذا الرسم أيضا راح نتكلم عنه، أنه أو راح نتناول 3 أشكال من المرتسمات: الهيستوغرامز اللي هي المدرجات التكرارية، والفريكوانسي بوليجونز اللي هي المضلعات التكرارية، والأوجيفز اللي هي يعني الكوميوليتيف فريكوانسي بوليجونز، المضلعات التكرارية التراكمية. فائدة هذه المرتسمات اللي راح نحصل عليها، فائدتها كبيرة، لأن هي بالحقيقة هي اللي راح تساعدنا في اختيار الـ probability model. يعني احنا لاحقا في الفصول لاحقا نتكلم عن الـ theory of probability، نظرية الاحتمال، ونحاول أن نختار دالة احتمالية. مثلا احنا نقرر أن نستخدم مثلا normal model أو log normal model في وصف البيانات، فهذا بالحقيقة إلى صلة وثيقة بشكل شكل الهيستوغرام، شكل المضلع التكراري. زين، من الأمور اللي أيضا مهمة اللي يعني إن شاء الله نتكلم عنها هي قضية إنه إحنا نرسم الهيستوغرام لكن بما يسمى بالدنسيتي سكيل. الدنسيتي سكيل اللي هو مقياس الكثافة، هذا المقياس هو أقرب مقياس للبروبابيليتي. زين، لأن هذا المقياس يجعل المساحة تحت الهيستوغرام تساوي الاحتمال، فبالتالي يكون الهيستوغرام قريب جدا من البروبابيليتي دنسيتي فانكشن. وأخيرا يعني إن شاء الله نتطرق، طبعا مو يعني مو بالضرورة نلحق بهذه الجلسة، لكن نتطرق إلى استخدام برنامج الماتلاب في إعداد الهيستوغرامز. برنامج الماتلاب طبعا يعني ممتاز جدا بالحقيقة في إعداد الهيستوغرام. الآن نبدأ في الخطوة الأولى يعني بعد جمع البيانات، وهي قضية الـ organizing data أو قضية تنظيم البيانات. خلينا نوضح الفكرة الدكتور من خلال مثال من عملنا كمهندسين مدنيين. خلينا نفترض إحنا دكتور عندنا فد كونكريت ميكسر هذا، وهذا في النية يعني في النية استعماله في مشروع جديد، فالشركة تريد تعرف ضمن تنظيمها لمواردها فيما يخص هذا المشروع، انه ايش قد العمر التشغيلي لهذا الكونكريت ميكسر. فهنا المسألة هي طبعا ذات طبيعة عشوائية، لأن هذا الكونكريت ميكسر قد يطول عمره أو قد يقصر بالاعتماد على عدة متغيرات. فإذا اعتبرنا أنه عمر الكونكريت ميكسر هو متغير عشوائي، فما يكون عندنا خيار إلا أن ندرسه من خلال الإحصاء. فهنا ببساطة أنه هذه الشركة تحاول تجمع بيانات عن العمر التشغيلي لهذا الكونكريت ميكسر. الشركة هي نعم الشركة دكتور. المنتجة لو الشركة اللي دا تستخدم الكونكريت ميكسر؟
لا، شركة في نيتها انه تستخدم هذا الكونكريت ميكسر، ويعني اثناء عملية حساب كلف الانشاء وتقدير الاندثارات اللي يصير، هذه الشركة تحاول ان يعني تقدر العمر التشغيلي لهذا زين، المكسر. منين جابت هي الديتا؟ الديتا جابتها من سيرفي، يعني من من مشاريع، حتى شركات وان أخرى، كانت مو مشاريع، من من شركات شركات اخرى. أخرى نعم، من مستعملة مستعمله، هذا المكسر. مستعمله هذا بالضبط بالضبط. فجابت هذه الدكتور هذه البيانات، هذه هي عمر المكسر. زين، طبعا هذه واضح، هي يعني هاي الديتا هي كلها يعني هي هايبوثيتيكال، عشوائية، يعني نعم افتراضية فقط. نعم، فقط لإيصال الفكرة. نعم الآن دكتور، هاي لكن الديتا وهي خلي نشوف هنا فد نقطة مهمة، إنه نعم تفضل. الشركة لازم تأخذ القراءات أو البيانات من شركات مقارب عملها إلى عمل الشركة نفسها. بالضبط، يعني تمام. إذا الكونكريت ميكسر مثلا قضت عمرها في شركة فقط تخبط تسوي مزج لدراي كونكريت، لدراي ميكس اللي هو ما بي مي مثلا، نعم احتكاكه يختلف. إذا تسوي طبعا، فقط للويت ميكس احتكاكه يختلف. إذا تسوي ويت ميكس لفترة طويلة الحرارة تزيد، يعني المتغيرات كثيرة على عمر تأثيرها على عمر الميكسر. لكن لازم الشركة تجمع البيانات من الشركات اللي تشبه عملها عمل الشركة نفسها حتى تكون أقرب ما يكون إلى البيانات الصحيحة، حتى لا تجمع تمام. بيانات ما لها داعي إلها مثلا. اي يعني تمام ممكن طبعا، إيه، هذه مهمة. تمام. يعني هو أنا من أجمع بيانات عن أي موضوع لازم أجمعها وفق النطاق اللي يفيدني، ما أوسع النطاق إلى جهات بعيدة عني. هذه أيضا مثلا ودكتور، هو بالتسويق نعم مثلا يريدون يسوقون منتج معين، فالمنتج هذا اكو فد جروب من الناس اللي هم يستعملوا. يعني مثلا خلينا نقول كريم مال شعر، يعني شو نعم اسوي؟ اروح اسال واحد ما عنده شعر؟ يعني ما يفيدني هذا شو اسمه القراءه هاي، ما تفيدني. هذه شيء، هذا اوريدي اعرف اني نسبه الصلع مثلا اطلعها خارج القياسات، والتارجت مالتي في المجتمع للبيع راح يصير تارجت مالتي هم اللي عندهم شعر، ما نعم راح افكر جزء من التارجت اللي دا احاول اسوق له هو شخص ما يستعمله نهائيا. اما ادرسه كبوبوليشن، ادخل كل الناس، فالحالة راح يصير عندي نسبة الصلع ضمن البوبوليشن مالتي اللي تستعمل المنتج وهي ما تستعمل المنتج، فعندي فت كونفليكت، فت خطأ بالتارجت، بالهدف، هدف الكاستمر، يعني الأشخاص اللي أنا أهدف أن أبيع لهم البضاعة مالتي. هيك أشياء واحد هو لازم يخليها بباله من يختار البيانات مالته. دكتور اللي هسه حضرتك تفضلت به، يعني هو هذا يذكرنا بأمور احنا ناقشناها في جلسات سابقة دكتور. يعني الإحصاء يستند بشكل كامل على العينة، إذا العينة يعني ما بالضبط، تمثل المجتمع المستهدف بالدراسة، فبالحقيقة راح يعني راح تؤدي إلى مشاكل كثيرة، يعني وإلى استنتاجات خاطئة كثيرة. هذا اللي لازم نخليه بالنا. أنا كإحصائي في شركة، كإحصائي مهندس بعد أهم في شركة هندسية، أطرق باب البيانات اللي تهمني فقط، وأحاول أقلم أطراف المسألة بحيث أجمع البيانات وأحصرها في الهدف مالي، في هدفي من
الحصول على هذه البيانات. ما أحتاج أني أسأل واحد ما يستعمل ميكسر إيش قد تطول عمر الميكسر يمك، ما يصير يعني. لازم يكون الواحد واقعي. نعم بالضبط. الآن دكتور، هذه الرو ديتا، هذه البيانات الخام، فهاي واضح جمعت بهالشكل يعني احنا ما نقدر، جمعت هذه بهالشكل يعني ما نقدر احنا نستنتج من عتها اي نمطية بحيث ولا تعطينا اي تصور، وهنا يجي دور الإحصاء الوصفي، فنبدي زين. بتنظيمها، انت ليش خالها تنظيمها بشكل، بشكل ليش خالها بشكل جدول بأعمدة وبصفوف؟ يعني ما عندي طريقة أخرى حاليا يعني، وهي بشكلها الخام ليش ما عندك يعني غير طريقة؟ لا، هي ما لها شلون يعني، ما لها معنى. إيه. انت إيه. ما إيه. متقصد، ما متقصد انه سألت 5 شركات لا لا عندك؟ دكتور، لا لا، هاي ما تعني 5 شركات دكتور، لا إيه أبدا، يعني، دا أفهم يعني بس هذه حتى أفهم المتابع. اي عندنا هنا بالضبط هسه خمس اي أعمدة أيه. وعشر صفوف، أيه. مجموع البيانات 50. هل بالضبط يعني نعم ذلك أيه. شيء؟ لا، إحنا جامعيها لا بشكل لا لا هسه اي اي لغرض اي اي حتى نصغر حجم أيه. المسافة اللي تمام، يعني ممكن نكتبها 10 أعمدة ب5 أسطر، وممكن ممكن نكتبها سطر واحد، 25 وممكن اي نكتبها بالضبط عمود اي واحد كلها. يعني هذه لو اكسل بالضبط شيت، بالضبط لو اكسل شيت يعني اي سبريد شيت، فعلا ممكن عمود واحد تصير راح تكون عمود واحد راح تصير. نعم. بالضبط بالضبط اي، فهي هنا خام بكل معنى الكلمه، ما منظمه باي شيء، باي شكل من اشكال طيب التنظيم. دكتور، شو الان راح نجي نسوي فيها بعمليه هاي البيان؟ التنظيم، عمليه التنظيم دكتور هي من خلال اعداد الفريكونسي ديستريبيوشن، جدول التوزيعات التكراريه. هذا يعني فكرته ببساطة، فكرته انه احنا راح نسوي جدول بهالشكل دكتور، نعم. اللي هو حدود الفئة، حدود الفئة والتالي اذا احنا كنا يعني نستخدم العد اليدوي، وبعدين التكرارات، يعني بعد باعتبار هذه تسمح لنا انه احنا يعني نعد وبدون ما نضطر كل شوية نمسح ونكتب. فمن يكمل العد نشكل الفريكونسي. فاحنا هدفنا هذا الجدول، هذا الجدول هو اللي يصطلح عليه بالفريكونسي ديستريبيوشن. هذا الفريكونسي ديستريبيوشن بيه قضية يعني مهمة يراد نتفق عليها. هاي القضية تسمى ليفت هاند تايد كونفنشن، يعني اصطلاح اليد اليسرى، ليفت هاند تايد كونفنشن. هذه شنو فكرتها؟ فكرتها انه احنا لو مثلا الان ظهر عندنا مكسر بعمر 44 مثلا، فهل هذا ال 44 راح يحسب على الفئه الاولى لو يحسب على الفئه الثانيه؟ فهنا عرف الاحصائيين، يعني مثل ما احنا المهندسين عندنا اعراف واصطلاحات، فعرف الاحصائيين انه عندهم فد عرف يسمى الليفت هاند سايد كونفنشن، انه هاي الفئات في حقيقتها هي فتره مغلقه من اليمين لكن مفتوحه من اليسار، فهاي ال 44 راح تحسب على الفئه الثانيه. الان لو ناتي طلع عندنا عمر ل واحد من المكسر مثلا عمره 58، العفو، 58 ما راح يحسب. أعتقد بالعكس قلتها. يعني سامعني دكتور؟ 37، 37 هي بداية الفترة، هي بداية الفئة، اي وال44 ال44 نهايته ما داخلة بالفئة. ما داخله إيه، بالضبط، ما داخله بهالشكل، الفئه فالمفتوح، مغلقه من البدايه مفتوحه من النهايه. آها نعم، مفتوحة من النهاية. اي نعم اي فالان وهكذا، فمثلا عندنا 58 دكتور، مثلا تراك مكسر 58 عمره، فال إيه. 58 ما ينحسب على الفئه الثالثه، ينحسب على الرابعه وهكذا. نعم، فهنا من يصير عندنا مهم والله. هذا هاي المعلومة الفريكونسي مهمة، ديستريبيوشن. هاي المعلومة مهمة، لأنه باكر عقبة احنا من نسوي أي توزيع، نسوي أي فئات، دائما نتذكر أنه آخر رقم هو من الفئة الجديدة، من الفئة الثانية. تمام دكتور،
ودكتور هاي المعلومة بصراحة تشبه، يعني تشبه قضية الساين كونفنشن، يعني بقضية العزوم والقوى، بمعنى انه احنا الان بنستخدم سوفت وير دكتور كمهندسين، يعني نستخدم فد برمجيات طبعا للتحليل متفق عليها، الانشائي مثلا. احنا كلنا متفقين عليها. احنا لازم، يعني لازم نكون نعرف اصطلاح الاشاره اللي يتبناه السوفت وير. فنفس الشيء دكتور، اذا احنا نستخدم برنامج احصائي مثلا الاكسل الاس بي اس اس او امكانيات الماتلاب، فكلش مهم احنا نعرف انه هذا السوفت وير هل يستخدم ليفت مثلا هاند سايد كونفنشن او يستخدم اصطلاح اخر، لان هذا راح ياثر بالتالي على النتائج. فالان دكتور واضح صار، يعني احنا نقدر هسه نعرف شنو التوزيع التكراري. التوزيع التكراري هو جدول يحتوي على الفئات اللي والفئه بها حد ادنى وحد اعلى، وهي مغلقه من جهه حدها الادنى، مفتوحه من جهه حدها الاعلى، ويحوي على عمود ثاني هو فيه التكرارات التابعة لهذه الفئة. فوائده طبعا، فوائده يعني يبدي ينطينا تصور بحد ذاته. يعني الآن احنا لو شفنا، يعني لو شفنا هذه التكرارات زين، فنعرف راح تشوفنا انه لا هنا أنا دكتور، ايه هنا يعني نعرف انه يعني ما راح تظهر. يعني اعلى تكرارات ظهرت شوفنا للفتره المدرج التكراري ماله عندك اياه. اي راح نرسمه هسه لاحقا دكتور، يعني نمر عليه. فالمهم هو هذا، يعني التوزيع التكراري هو بحد ذاته ينطي انطباع، وبس الاهم من هذا انه هو يعتبر اساس لرسم المدرج التكراري. نعم، هسه هذا انت زين شو اعتبرته؟ الان دكتور، كاتيجوريال اعتبرته، لو كوانتيتيف اعتبرته؟ لا كوانتيتيف هذاك هذا دكتور، كوانتيتيف لانه الفترة مالته عبارة عن مجموعة ارقام. ايوه والارقام هناك دكتور فتره زمنيه، فاكو معنى للعمليات الجبريه عليه، يعني الطرح الجمع نعم كله له معنى. زين، وهذا مرتبط دكتور بالمقاييس اللي تكلمنا عنها في خلينا نشوف الجلسات هذا. سابقا. هسه هذا شكله كاتيجوريال، هذا هذا الكاتيجوريال، كاتيجوريكال فئوي فريكوانسي ديستريبيوشن. فئوي هنا او دكتور نوعي، يعني شلون تريد الترجمة؟ بالضبط، فئوي لو والله نوعي نترجمه نوعي، ممكن نوعي نوعي. اي نوعي ممكن هو اي إذا كاتيجوريال هي ممكن نسويه فئوي. والله يا دكتور، يعني هي الكواليتيتيف تقريبا تترجم دائما نوعية، يعني نوعي، لا تقريبا في كوالتيتيف ترجمة نوعي، بس أنت للتعريف اي الأولي كاتيجوريال، يعني خلينا نقول الصنف. كاتيجوريال اي صنف نوع، إيه وعادة يشير الى النوع الاعلى عادة، يعني اذا اكو اصناف دونه فهو عادة الصنف الاعلى. نعم، وحتى يعني حتى مثلا يعني بعض البرامج ايضا يستعمل هسه، مثلا ببرنامج الريفت يستعمل بهالمعنى، يعني هو الصنف اللي تحته اصناف. فهنا هذا دكتور هنا، فراح نتكلم عن توزيع تكراري لبيانات نوعية. البيانات النوعية أنا دكتور هي عجبتني هاي، ممكن أفد مثال عليها من الريفت؟ يعني مثل إيش تقصد؟ هو دكتور الريفت، يعني الريفت مبرمج بشكل هيراركي، بشكل هرمي، نعم، مثلا يعني يعني أعطيني مثال على هذا الكاتيجوريال فريكوانسي، شلون تسميه باسم الصنف الأعلى؟ اي الصنف الاعلى مثلا اكو كاتيجوري اسمها الكولومز بالريفت مثلا، نعم، هاي الكاتيجوري اسمها كولومز، هذه يندرج تحتها الستيل كولومز، الكونكريت كولومز،
التمبر كولومز مثلا، مثلا الستيل كولوم، مثلا الكونكريت كولومز نفسه يصير ريكتانجولار او نون سيركولار وسيركولار مثلا، وهكذا. نعم فالريفت يسمي يسمي الصنف الاعلى اللي تلتقي به هاي الاصناف، افتهمت. يسميه كاتيجوري. نعم اي، والاصناف اللي دونه مثلا يسميها فاميلي، واللي دون الفاميلي يسميها انستانس، وهكذا. طيب دكتور. اي يعني، فهسه دكتور عندنا بيانات نوعيه، زين. مره اخرى من باب التذكره، البيانات النوعيه هي بيانات غير رقميه، بمعنى انه ماكو معنى للعمليات الجبريه فيها. فنوضح الفكره دكتور من خلال مثال، اعتقد افضل. يا الله. احنا على سبيل المثال عندنا شركه، يعني a construction company، شركة إنشاءات، نعم في النية أنه تقوم بإنشاء steel structure، منشأ فولاذي، وهي تعمل في مكان وفي سوق عمل يعني يشتهر فيه أو الأبرز فيه 4 مجهزين. هذول المجهزين او المصنعين للستيل ستراكشر، هناس انطيناهم اسماء: كومباني 1، كومباني 2، كومباني 3، وكومباني 4. فالان هاي الشركه تريد تستفاد من خبره مهندسيها المقيمين، وحتى مهندسين مقيمين من غير شركات تعاملوا مع المصنعين الاربعه. يعني من ناحيه الالتزام بالمواعيد، من ناحيه ثبات الاسعار، من ناحيه نوعية جودة المنتج. المنتج، وهكذا. فهنا سوت مثل كويشنير، مثل استبيان، سألت ذول الـ80 مهندس يعني على تفضيلهم، منو الأفضل من وجهة نظرهم. فكل مهندس نعم. أجاب بإجابة واحدة، اختار واحد. فصار عندنا هنا 80 تفضيل، 80 اختيار. هذه الـ80 اختيار بهذا شكلها هي رو ديتا، والديتا هنا، البيانات هنا، هي كواليتيتيف، هي ذات صفة نوعية. يعني الآن وإن خليناها أرقام، لكن هذا الرقم على الأمور اللي ناقشناها في جلسات سابقة، هذا الرقم نومينال، بمعنى أنه هو يؤدي دور الاسم. يعني هنا الواحد مو أفضل من مو أسبق من الاثنين، ولا الاثنين أعلى من الواحد. هنا يعني هنا الرقم شركة، اسم يعني ما الشركة، إلى ما جاي اسم، بالضبط اسم. اسم زين، الشركة فبهالشكل يعني ممكن اي، نسميه فهنا مثلا على قولة جماعتنا شركة المنصور، شركة ال هاي شركات مالتنا الرشيد، الرشيد الفاروق، هاي شركاتنا. وانت شوف يا الشركة الزينة تختارها بالشغلة مالتك. اي بالضبط، طبعا هذه مو شرط هو جواب مباشر، يعني ممكن اللي دي يسوي الاستبيان يطرح مثلا 20 سؤال، انت تجاوب على الاسئله وهو يجمع مثلا عدد الاجوبه اللي تقول نعم وعدد الاجوبه اللي تقول لا، وحسب عدد الاجوبه اللي تقول نعم يفترض انت اي شركه اختاريت كافضل شركه. واحيانا يصير حتى نعم اشياء رقميه بيها، مثلا نسب انت تنطيها من 1 إلى 5 وحسب جودة الموضوع اللي تسأل عليه، بعدين تطلع أنت الجواب النهائي لهذا المستبيان، الشخص اللي نسوي الاستبيان وياه، فتطلع هذه الأجوبة. مو شرط هو رأسا مجاوب أنه كومباني 1 أو كومباني 2 أو كومباني 3. هذه الأفكار ده أطرحها لمهندس يريد يسوي استبيان، يعني مثلا ما يروح مباشرة على المهندسين ويسألهم عن مثلا يا نوع من الأنكرز أفضل، يا نوع من الفحوص أفضل. هي مو هيك، يعني أكو مجموعة من الأسئلة أنت اللي تقررها، وحسب ذيك الأسئلة اللي تقررها مثلا أنواع المكاين اللي تستخدم، أنواع
القوالب اللي تستخدم، خبرة الناس بهاي القوالب، الشركات اللي دا تستعملها أنت وياك. بالأخير راح يختار الشخص المستبين مجموعة من الآراء، وأنت بتدي تجمع النقاط من خلال الآراء وتطلع اختياره للشيء الأفضل. هذا قصدي من الشرح هنا. فهنا أنت عندك هو دكتور، الاختيار هذا النهائي. نعم اي هو دكتور، يعني هسه اللي حضرتك تفضلت به هم يرجعنا لنفس النقطة الأساسية. يعني الآن الاستبيان هو اللي، يعني إعداد الاستبيان ودقة إعداد الاستبيان هو اللي راح تمثل إنه هل المعلومات المستحصلة هي فعلا مفيدة، هل يعني تمثل يعني قادرة على وصف المشكلة اللي احنا في صدد تحليلها. فهذه دكتور القراءات احنا الان وضعناها بشكل يعني فريكونسي ديستريبيوشن، الجدول التكراري. هنا دكتور ضفنا عمود بالحقيقه جدا مهم، يعني مفيد، انه هذا ما انظهر بشكل فريكونسي، انظهر بشكل بيرسنت، نسبه مئويه. هذا يعني كلش يعني يكون اوضح بالنسبه لنا احنا كمهندسين. فاذا حولناها الى نسب مئويه بهالشكل، فمثلا يتضح انه 35% من اللي تم استبيانهم اختاروا كومباني 4، يعني شو و15% اختاروا هاي، كومباني 3. خلي نبين بس شلون عادي دكتور، حسبت، نبين فقط شلون حسبت الفكره هاي النسبة. واضح، الفكره دكتور، بدينا بالعد اليدوي هذا التالي، نعم ومن أكملنا العد اليدوي سجلنا التكرارات اللي تقابل العد اليدوي، نعم بعدين جمعنا التكرارات، معنى فطلع عدد المفروض المستبيانين مجموعها نعرفهم يعني. اللي هم 80. نعم نعم اي زين، وطبعا هذا جمعهم اذا طلع 80 هذا كروس تشيك، بس حتى نطمئن انه احنا ما نسينا فد وحده طبعا من طبعا البيانات، إيه. يعني ايه، او كررنا البيان مثلا اذا بس طلعت راح أي. تقسم الآن 16 أقسم ال على 16 80. على 80، أي نعم مثلا تطلع 20%، أقسم 24 على 80 تطلع 30%، وهكذا بهالشكل. زين، فهنا يعني هنا دكتور هذا اللي قلنا الكروس تشيك اللي قبل شوية، من أجمع التكرارات نفسها لازم تطلع 80، ومن أجمع البيرسنت لازم تطلع 100 بالمية. فهنا أطمئن أنه أنا يعني لا كررت معلومة، ولا يعني أكو معلومة سهيت عنها وما ضمنتها. بهالشكل. الآن ننتقل إلى أنه إحنا شلون نسوي الـ Frequency Distribution، التكرار، جدول توزيع التكرارات، لكن هالمرة لبيانات كوانتيتيف، بيانات كمية مو نوعية. العفو زين خلي أسألك فد سؤال على المسألة اي السابقة. عادي دكتور، أنت من قلت هسا نعم 16 على 80 تصادفا، يعني ال 16 على 80 تصادفا هو رقم طلعت، 20%، نعم يعني يطلع مضبوط كأنه مو 20%. اي طالع 20% مضبوط. زين 24 طلع مضبوط 30%. نعم اي زين انت جايب الارقام جايبك لا تنطي ارقام مضبوطة. والله خلي هو نحسب دكتور مثلا حتى اذا انطت اي 12. مو عندي هذا هو السؤال اللي داري دا اساله، نعم ابين لك اياه. الحقيقة نعم دكتور، افرض انه طلع 20.4 والاخ طلع 30.3 والاخ طلع 15.6، شو اسوي يعني حتى احصل نسب مثل هذه اللي هي ما بيها كسور؟ هل اسوي ترانكيشن؟ هل اقطعها ام اسوي لها راوندينج اب وراوندينج داون؟ يعني والله اقربها دكتور الى الرقم الاعلى من هي اكثر من 0.5، او اقربها الى الرقم الاقل اللي من اقل 0.5 ومن اجمعها يطلع 100%؟ هذا السؤال. لا طبعا، اي لا طبعا، هو لا دكتور، اولا الترانكيشن يعني اكيد راح الترانكيشن ينطي اكيد ما راح مجموعه يصير اقل من 100، 100%، راح يصير اقل من و 100%. بالضبط
اي والراوندينج، الراوندينج يعني هم ما مضمون بصراحة، يعني قد يطلع 100% وقد لا، يعني خصوصا اذا اكو بيهم واحد هو فتشي ونص يعني 0.5، فهذا يعني تدري حضرتك يعني الراوندينج مال 0.5 هو مسألة يعني دكتور شلون افتراضية نحن برأيك، ندور يعني عليها. برأيك أنت، برأيك ولو هو يعني خارج الموضوع هذا، شلون أقدر يعني أسوي التوزيع بحيث أخلص من الكسور والمجموع 100%؟ وين النقطة اللي أتحمل خسارة القيمة مالتها؟ شلون أسوي هاي بالأقل العملية؟ المفروض يعني إذا يعني نجم، يعني انطي 0.3.2 الاول، نعم 2 20.3 30.2 ال 15 سويها 14.5 وال 35 زين بقيها عدله. زين اذا سوينا راوندينج راح يطلع 100%، لانه النص راح يصير 1 وال 0.2 وال 0.3 راح يصيرن نعم 0. فانت خسرت من الاول 2 وربحت بثالث زين واحد. نعم هل عندك فكرة على أي أساس أني أوزع الخسارة مالتي؟ أقبل هل كومباني 1 وكومباني 2 أقللها وكومباني 3 أزيدها بالراوندينج؟ والله 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 المفروض على الويت مالتها الاصلي، يعني يعني المفروض الفرق اوزع على الويت غير هو سؤال يحير والله، مرات لازم واحد يفكر شلون يوزع الخسارة مالته. اي يعني انت يعني ما اذا تريد يعني لو تسوي راوندينج، افرض الارقام شوية مختلفة، يجوز الراوندينج ما يجيب لك 100%، صح يجوز ما يجيب 100%. هاي نراد نرجع لها في يوم، ها نفكر بيها ونرجع لها. والله دكتور، مو احنا شنو بصراحة يعني احنا اذا نفكر انه يعني نفكر بالراوندينج بشكل عام، يعني بصرف النظر عن المسألة بصراحة الجواب صعب، يعني انه احنا يعني نخلي فد راوندينج سكيم يرهم الكل شيء وهذه، بس احنا مثلا بالنسبه لمسالتنا دكتور، انا مثلا بهالحاله اذا طلعت ال 35 هي الرقم الصحيح، انا بالحقيقه الكسور الفوق ما تهمني، لان هو انا اصلا يعني اتخذت القرار يعني انا ال مهتم 35 بالضبط، انا مهتم اوريدي، مهتم اختار احسن شركة. ايه اي فشيبني بالضبط اذا راوندد لو مو راوندد الارقام، يعني اي بالضبط اي بس اللي حضرتك تتفضل بيه انه يعني يعني هيك كيونيفايد ابروتش، وطبعا المساله اكيد سؤال معقد يعني اكيد مو سهل. افرض واحد شركة 35.6 والثانية 35.4، وحدة هذا خوش سؤال دكتور. أو بعد أصعب، وحدة 35.6 والثانية 36.2، إيش راح يصير؟ 36.2 راح تقلل ال 0.2 تصير 36، و35.6 راح تزيدها الى 36، فراح يصير عندك شركتين 36. هو دكتور تمام، هو بالحقيقة هسه هذه الاستفسارات راح يعني تنقلنا من مشكلة يعني نيوميريكال إلى مشكلة ستاتستيكال. هو سؤال مهم دكتور، لو طلعت واحدة من الشركات 35 والأخ 36، فهنا بالحقيقة هيج فرق يعني احتمال كبير في مرحلة الإحصاء الاستدلالي يطلع فرق غير معنوي، يعني بالتالي يعني على مستوى الاحصاء الاستدلالي مثلا خلينا نجيب مثال، مثلا هسه كومباني 4 هل راح نقدر نقررها 35 بعدين خلينا دكتور؟ نقول ان هل راح نقدر مع نقررها الدكتور بعدين؟ اي بالضبط بالضبط. هو دكتور هذا مثلا باختبار الفرضيه، هو هذه واحده من اهم يعني هسه احنا لو طلعت عندنا دكتور كومباني 4 مثلا 35 كومباني 2 33، فالسؤال هل هذه الاثنين هي فرق حقيقي
او فرق مرتبط بالعينه. يعني لا احنا لا لو 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 يجوز الفرق غير معنوي. بالضبط بالضبط اي بالضبط. وهذا دكتور هذا اللي هو يحدد الاحصاء الاستدلالي. نعم يعني احنا بالاحصاء الاستدلالي راح يعني نعمل اختبار احصائي حتى نقرر انه هذا الفرق هو كبير الى الدرجه اللي ممكن نصنفه معنوي. بالتالي لطيف، هو فرق يعكس ما موجود بالمجتمع، يعني او هو فرق غير معنوي، بمعنى انه هو فرق متاتي من الطبيعه العشوائيه للعينه. يعني احنا نعم، هاي العينه لو ناخذ يعني غير ثمانين يجوز عندك 35 اي و33 وراح تقول هذول نعم الشريكين متساويتان ده بالنسبة لي. بالضبط بالضبط تماما ايه، بالضبط فمعناته راح بالضبط نرجع على الموضوع نفكر بها نعم في نعم حينها. ايه اي بس دكتور احنا من نبدا نتخذ هكذا قرارات. احنا دخلنا بالاحصاء الاستدلالي، انتهى ايه الاحصاء، يعني انتهى الاحصاء الوصفي. اي بالضبط طيب دكتور، يلا خلينا نكمل. اي الان احنا دكتور ننتقل الى البيانات، لكن هالمره البيانات الكوانتيتيف داتا، البيانات الكميه. هنا البيانات الكميه دكتور لابد انه احنا نضعها بجروب، يعني لابد انه احنا نضعها في مجاميع، يعني عكس البيانات النوعيه. البيانات النوعيه هي يعني لان هي اصلا انواع، هي اصلا موضوعه في نعم، هي مجاميع. already categories. احنا The categories بالضبط يعني already هي classified، هي بالضبط. classes. نعم هنا يعني هنا تصير عندنا فد مهمه انه احنا لازم نحدد الفئات. زين، وهنا راح ندخل في عدد الفئات وعرض الفئه، وشنو عدد الفئات المناسب وشنو عرض الفئه المناسب. طبعا هذا احنا راح نمر عليه ان شاء الله. الان ناخذ مثال دكتور، مثلا احنا عندنا تسجيلات ل 50 ولايه من الولايات المتحده وبالفهرنهايت، والمطلوب انه احنا نضعها بشكل فريكوانسي ديستريبيوشن. فهنا اول قرار دكتور هو انه احنا نحدد عدد الفئات. فهنا عدد الفئات يبدا دكتور باولا قياس اعلى تسجيل، فاعلى تسجيل مثلا بالجدول الاعلى هو 134 فهرنهايت، اقل تسجيل هو 100. فالرينج المدى اللي موجود في الداتا هو 134 ناقص 100، فعندنا 34 فهرنهايت هو المدى اللي موجود في الداتا. البيانات. الآن إذا أي نعم الآن إحنا إذا اختارينا بشكل arbitrarily، يعني بشكل لا على التعيين حاليا، اختارينا 7 فئات. نعم وعموما عرف الإحصائيين أن الفئات تتراوح من 5 إلى 20، فاختارينا 7 فئات. فمعناته إحنا راح نصف هذا الرينج اللي هو 34 ب7 فئات. فمعناتها كل فئة راح تكون مسؤولة عن وصف فرق درجات الحرارة مقداره 4.9. الآن هذا ال 4.9 حتى نسهل عملنا أولا، وحتى نضمن أنه فئاتنا تستوعب كل البيانات، هذا راح نسوي له راوندينج، ندوره للأعلى، نقول أنه كل فئة تكون مسؤولة عن فرق بمقدار خمس خمس، درجات يعني 5 درجات. زين ايه بهالشكل. الان زين ايه فهنا الفكره انه احنا هنا لازم ندور للاعلى، يعني ما يصير يعني مثلا لو كان هذا الرقم 5.1 ودورناه للاقل، فيعني قد تكون عندنا مشكله انه يعني اخر فئه ما تقدر تستوعب ال 134. فحتى نستوعب هذا الرقم دائما يفضل أن يدور للأعلى. وإذا طلع هذا الرقم طلع أصلا عدد صحيح، فهم ينصحون بإضافة فئة إضافية، يعني مو 7 نستخدم 8. فالآن على هالأساس راح نرتب فئاتنا دكتور. فمعناتها الفئة الأولى تبدأ ب100 ب105، الثانية 105 إلى 110، وهكذا، مع تذكر يعني اصطلاح القاعدة مع اللدل، الكم يعني قاعدة اللدل.
يعني المئة المئة وخمسة مغلقة الآن، من 105 إلى 110 مغلقة من اليسار مفتوحة من اليمين، فإذا واجهتنا قراءة 105 فهي محسوبة على الفئة الثانية، 110 على الثالثة، وهكذا. نعد الجدول هذا التالي، نعد اليدوي، بعدين نحوله إلى فريكونسي، نجمع الفريكونسي يطلع بعدد القراءات، فنطمئن أن احنا عملنا صحيح. الآن عندنا توزيع تكراري آخر دكتور، هو التوزيع التكراري التراكمي. زين، هنا التوزيع التكرار التراكمي يكون عادة بهالشكل، يعني نسأل شنو الأقل من 105، يعني شنو الأقل من الحد الأعلى للفئة الأولى، شنو الأقل من 110، وهكذا بهالشكل. فشنو الأقل من 105 هو اللي محتوى بالفئة الأولى اللي هو الاثنين. نعم إذا احنا الآن صعدنا شوية لفوق الجدول، شنو الأقل من 105 هو المحتوى بالفئة الأولى، شنو الأقل من 110 هو المحتوى بالفئة الأولى والثانية. الأولى والثانية، وهكذا. زين، المحتوى بالفئة أقل من 115 هي الأولى والثانية والثالثة، وبهالشكل هذا. طبعا هذا بالأخير، يعني بالأخير لازم ينتهي إلى عدد البيانات، فلازم ينتهي إلى 50. هذا مثال آخر دكتور، يعني بس مجرد زيادة إيضاح. عندنا الويند سبيد، سرع الرياح، مقاسة بالمايل بير أور، وأيضا مطلوب تلخيصها. فعندنا زين، جدول هذا. انت ايش عجب هنا؟ أي هذا دكتور، ايش عجب هنا ما مسوي النسبة المئوية؟ والله يعني ممكن نسوي نسبة مئوية، يعني في السابق ممكن نسوي، يعني ممكن هذا أيضا ممكن يكون بنسبة ايضا نقدر مئوية. نحوله الى نسبة مئوية، بالضبط نقسم بالضبط بالضبط، كل تكرار يعني من نقسم الاثنين اثنين على الخمسين، على 50. ثمانية نعم على خمسين، بالضبط. نعم والمفروض المجموع راح يطلع 100%. 100%. نعم أي هذا مثال آخر دكتور على سرع الرياح. هنا الفرق شنو؟ هنا عدد الفترات، number of intervals أو number of classes، يحدد من هذه المعادلة. هاي دكتور معادلة empirical ظهرت بالخمسينات، في خمسينات القرن وضعية، يعني الماضي. معادلة وضعية، نعم وضعية. وضعية وضعية نعم يعني وهذه جدا شائعة في عرف الإحصائيين وفي كتب الإحصاء بصراحة، في سواء في كتب الإحصاء يعني العامة، يعني نشوفها يعني الكتب اللي كتبوها مثلا جماعة الإدارة والاقتصاد، وحتى في كتبنا الهندسية، مثلا في هذا الكتاب مال بنجامين أند كورنر، وحتى في كتابنا دكتور إذا حضرتك تتذكر كتابنا المنهجي مال الدكتور ناجي، ناجي دكتور نادي توفيق توفيق وعبد الله الرزاق يرحمه. الصالحي. إيه لا لا لا، الله ناجي يرحمه توفيق، دكتور ناجي توفيق المؤلف. المؤلف. عبد الرزاق كان يدرس. نعم، لا، ودكتور استاذ عبد الرزاق رشيد ايضا عنده كتاب. عبد الرزاق رشيد الصالحي، ولا دكتور رشيد عبد الرزاق الصالحي؟ والله هذا دكتور رشيد الصالحي، رشيد الصالحي دكتور، رشيد عبد الرزاق انا هسه الصالحي هو هذا أيضا مؤلف. هو دكتور استاذ، هو طبعا يعني كان رشيد الصالح دكتور، بس غير دكتور، غير كتاب دكتور ناجي، غير كتاب هذا، هذا غير بس كتاب. ايضا من كتب، غير كتاب بالضبط، بس هذا من لا، كتب احنا كنا كليتنا ايضا. ندرس على كتاب دكتور ناجي توفيق. بالضبط، اي بالضبط قل دكتور، لي، هذا هو كتاب دكتور ناجي. هل لا زال هذا ال نعم، هل هذا لا دكتور، زال هذا الكتاب في حياته؟ اثنيناتهم موجودين، لعد ليش لا اقول له؟ اي ما اي، بس انا اللي اتذكره دائما يعني القديم استاذ هو الله القديم ناجي يرحمه. توفيق وحده. لا لا دكتور، والله هاي الطبعه الاولى، هاي الطبعه لعداني الاولى. صح من البداية. اي لعداني صح من البداية. صحيح، انا دكتور ناجي اي توفيق ورشيد عبد الرزاق الصالحي. نعم، لكن استاذ رشيد عنده كتاب منفصل لوحده. بس مو هندسي، هم هندسي لا لا، هم هندسي دكتور، هم الإحصاء هم الهندسي. هندسي
اي، وهو يذكر دكتور بالمقدمة، يذكر انه هذا الكتاب يعني حتى ذاكر درس يعني لكذا سنة، وحتى ذاكر اسم الاستاذ الهندي اللي بس درسه هذا في الكتاب قسم اللي تحكي الميكانيك. عنه مكتوب باللغة الإنجليزية. نعم مكتوب باللغة الإنجليزية، نعم لا لا، احنا درسنا مكتوب على باللغة، الإحصاء العربي مكتوب باللغة اي العربية. نعم اي. وطبعا كان في ذلك الوقت، يعني انا دا احكي لك عن 1981 1980، قبل حوالي 40 سنة، نعم 40 دكتور، 43 سنة، قبل 43 سنة كانوا يدرسون هذا الكتاب. حقيقة في ذلك الوقت كان يعني صعب. كتاب صعب، وماكو لا اكسل لا كمبيوتر لا فد شيء تجرب عليه، لا ماتلاب، ماكو هذه الاشياء، ما موجوده، كلها نقعد نسويها احنا جداول بيدنا، وفد عمليه معقده على ما تطلع منها فد شيء. وين اساس هذه الامور صارت وان طبعا كليك، كلش يعني سهلة ضغطه سهلة. زر في السبريد شيت او ماتلاب او يعني ما مشتغل حقيقة كثير على الماتلاب، كنت أشتغل على فد برنامج أيضا مثل الماتلاب، ماث كاد يسموه، كان يمكن ماث كاد، نعم دكتور ماث كاد هواي كنت مشهور. أشتغل. إيه كنت اي أشتغل على ماث كاد. إيه اي احنا ما طول بذكر اساتذتنا يعني الله يرحمهم. الله يحفظك. فمن الكتب دكتور من الكتب المشهورة والمفيدة بالحقيقة هو الاحصاء وتطبيقات الهندسية دكتور، مع الاستاذ الدكتور نعمة حمد عمارة الله يرحمه. نعم، هذا من الكتب أعتقد الممتازة طبعا، هذا من جامعة الموصل، هذا الجامعة التكنولوجية دكتور، هو طبعا جامعة تفحصت التكنولوجيا، هو لا استاذ أدري، مو جامعة عبد بغداد، الرحمن. نعم اي اي جامعة التكنولوجيا. اي فبالحقيقة هاي المصادر يعني كلها تشير لهاي المعادلة، كلها طبعا تعتبر هاي تشوف المعادلة. تحس فد شيء مهم هنا، مثلا لما نعم يكتب واحد من الهندسة الكهربائية يكتب موضوع الإحصاء الهندسي، تصير أمثلتك كلها فولتية وأمبير وأوم، تجي على أبو المدني يكتب كتاب عن الإحصاء الهندسي يصير كله مكعبات كونكريت وطابوقة وأبعاد الأمثلة تتغير لما بفلسفة الكاتب، لأنه هو من أي اختصاص بده يكتب، هو وحتى دكتور نوعيات. يعني، نعم هو العفو دكتور، هو اللي هسه حضرتك أشرت له، هو بالحقيقة واحدة من الأمور اللي يعني تخلي الإحصاء نسبيا معقد وصعب. هو يعني صعب على الطالب دكتور ينتقل من أمثلة تجريدية إلى أمثلة تطبيقية، يعني لو تكون المحاضرات أو الكتاب فعلا مرتبط بالأمثلة اللي راح يتعامل وياها الطالب مستقبلا، يعني احنا هذه نعم احنا هسه اللي بدنا نعرضه الحقيقه هو صوره مبسطه عن الاحصاء، لانه اذا انت تروح تقرا الاحصاء في كتب الرياضيات الماثماتيكال فورميليشنز راح تشوف رموز عجيبه وكلمات ما مفهومه بالنسبه للمهندس نادره. اما اذا تدخل مثلا باللينير ستاتستيكال مودلز، تدخل بالماتريكس فورميليشنز، يعني فد عالم آخر متعب بالنسبة للمهندس، يحتاج الابلايد ماثماتيشن اللي يشتغل، يعني اهل الرياضيات التطبيقية هم اللي يشتغلون اكثر شيء على اي فعلا هالموضوع. هم يعني هم اقدر الناس على عرض الامور بشكل عام. احنا بصراحه المهندسين احنا يعني يهمنا التطبيق النهائي، طب نجيب اخر اي شيء دائما نريد اي نستعمله نطلع نتيجة نستفاد منها، نريد اي فد شيء يعني نبني بيه. ايه اي يعني احنا ما نقدر نفكر مثلهم، يعني احنا دائما نفكر، يعني نفكر مو فقط بهيئه المعادله، دائما ماده المعادله انه هذه شنو ايش تعني وين راح استخدمها. هاي يعني يعني هاي فدكتور هذه المعادلة يعني هم يعني يقدروا.
ولو هي خارج الموضوع، بس كانت أحد محاولاتي إنه نعم نعم أطبق فد أكو فد ثيوريز خاصة بالإحصاء، حاولت أطبقها على البلاستيستي، على نظرية اللدونة. قلت بكن أقدر أختصر الدايمنشنز الستة إلى تو دايمنشنز. المهم راحت ذيك الأيام، بعد ما أقدر أشتغل هسه بهالمواضيع. اوكي دكتور، فهذه المعادله هي معادله وضعيه وهي معتمده. هنا نحاول دكتور، بدل ما احنا اختارينا عدد الفئات هذه لا سرعة على رياح، السعر. نعم سرعه رياح طبعا، MPH سرعه miles per hour، يعني عدد الأميال في الساعة. اي طيب و و اي هي ويند سبيد، يعني انطلاق الريح. نعم اي لان ما بيها اتجاه صحيح، فانطلاقية. أي. فهنا دكتور الفكرة أنه عدد الفئات نحددها من المعادلة، فتطبيق مباشر للمعادلة. المعادلة تقول أنه عدد الفئات المطلوبة لوصف البيانات هو 1 زائد 3.3 في اللوج الان، والان هو السايز اوف داتا، حجم البيانات. فاحنا عندنا 25 قراءة، هذه يعني ضربت أسطر وعمود أعمدة حتى أطلعها. فتعويض مباشر طلعت 5.6. اجينا للقاعده انه احنا ندور للاعلى حتى نضمن انه احنا قادرين على يعني احتواء البيانات العاليه. فاستخدمنا ست فئات، نحتاج ست فئات. نعم الان عرض الفئه، القراءه اعلى قراءه هي 169، اقل قراءه 86. فالمدى اللي موجود في البيانات هو 83. قسمنا 83 على 6، فطلع انه كل فئه راح تكون مسؤوله عن 13.8 مايل بير اور. ندور الارقام فنقول راح نستخدم 6 فئات، وكل فئه تكون مسؤوله عن تغاير مقداره 14 مايل بير اور، وسوينا الجدول. يعني المثال بعد عن هذه المعادلة هي نعم واضحة أنه المينيمم مالنا هو 5 تقريبا، يعني إذا عندنا بيانات أقل من 30، 10، 20 كذا، راح يصير 5. اي مضبوط إذا وصلت البيانات إلى 100 راح نزيد 1، يعني يصير 6. إذا صارت 1000 راح نصير 7. هذا هو ففكرة السؤال، فائدة اللوغاريتم هنا هو هذا اللي هسه هو حضرتك تحكي الاختصار عليه. مال العدد الهائل إلى فئة صحيح واحدة زيادة. يعني أنت راح تزيد 9000 قراءة أو عدد من البيانات، بينما أنت راح تزيد كلاس واحد، فئة واحدة فقط على عدد الفئات اللي دا تستعملها. هو هذه دكتور فعلا احنا لاحقا يعني اني راسمها العلاقه هذه اللي هسه حضرتك تقول اي نعم، عليها. هاي مبينة وفعلا لنا، اي كلش يعني، وفعلا تبدي من حدود الاربعه وشويه قريبين الى احنا اي بالتفكير، يعني ها اي قريبين ما شاء الله. بالتفكير. اي يعني ال2000 هنا أنا راح تنطيك عدد بيانات 6، نعم مو الان عندنا نعم دكتور، عندنا مثال على اللايف لود، ما بي بصراحة يعني شيء جديد، هو بس مجرد يعني كثرة أمثلة حتى يعني على مستوى المحاضرات حتى تكون مفيدة للطلب. الآن إحنا نوصل للهيستوغرام، ما أدري نكمل لو نتوقف اللي هنا دكتور. لا خلينا نكملها الآية إذا ما عندك مانع. لا ما عندي، لا ما عندي أي مشكلة دكتور. الآن الهيستوغرام الآن هذا الفريكونسي ديستريبيوشن، هذا اللي هو جدول التوزيعات التكرارية. ننتقل من كونه جدول نحاول أن نرسمه، من كونه جدول نحاول أن نرسمه. فالرسمه بثلاث طرق ممكنة، بشكل هيستوغرام اللي هو المدرج التكراري، فريكونسي بوليجون مضلع التكراري، والأوجيفس اللي هو يعني كوميوليت فريكونسي بوليجون اللي هو المضلع التكراري التراكمي. ناخذ فد مثال دكتور هنا، يعني نفس هذا قضية درجات الحرارة، اللي مثال هاي اللي درجات حضرتها درجات الحرارة، مثال مال نعم درجات هذا الحرارة، هذا كان مجموع رسمناه الآن 50. بشكل
اي بشكل هيستوغرام. واضح الان دكتور، يعني الوضوح اللي بالهيستوغرام، يعني الان صار عندنا واضح انه يعني اكثر درجات الحراره تكرارا في الظهور هي تتراوح من شوية كبرها 110 في خلي يشوفون، النهايه شوية 105. كبرها خلي يشوفون نعم، الفئات. نعم، 100 إلى فمن 105، 100 105 إلى الى 110. 115، نعم، اي من 100 الى 115 عندنا 18 قراءة. فإحنا نعم بالتالي يعني صار عندنا تصور، وهذا دكتور هو الباترن، هو النمطية اللي إحنا نبحث عنها. الآن إحنا صار عندنا تصور إنه شنو اللي جاي يتمحور حول الوسط اللي قلنا في جلسات سابقة، نقيسه لاحقا نقيسه بمقاييس النزعة المركزية، وشنو اللي جاي يذهب إلى الإكستريمز، إلى القيم المتطرفة سواء كانت عالية أو واطئة، واللي راح نقيسه من خلال الانحراف أو من خلال مقاييس التشتت سواء كانت رينج أو احنا ستاندرد راح ديفيشن. نمر على انواع الوسط وكذا، لكن واضح من الرسم انه متوقع الوسط راح يكون، او الافرج يعني راح يكون قريب من الفئة اللي هي 100 115. نعم، بالضبط، نعم بالضبط، نعم مو شرط يكون بداخلها، لكن قريب من عندها يكون، او يجوز يكون بداخلها، ما نعرف. نعم دكتور عندنا في المثال هذا المثال، يعني هذا المثال يحاول أن يبين إنه إحنا يعني شو يصير إذا كثرنا الفئات أكثر من اللازم، وشو يصير إذا استخدمنا فئات أقل من اللازم. هاي فكرة المثال يعني. لطيف لطيف. إيه، فالمثال هو يتكلم عن وير هاوس، بناية مخزنية. احنا في صدد يعني تقييم اللايف لود الحمل الحي. الحي، لكن هذا اللايف لود اوبزيرفد، يعني هاي البناية دكتور مقامة، واحنا كأنما في النية ننشئ أبنية تشابهها، او في النية نريد نكتب مدونة. يجوز تريد تقيم الوضع، يعني تقيم إمكانية البناية لمقاومة الأحمال. بالضبط بالضبط. فالمهم البناية منشئة قائمة، فهنا سوينا مسح على الأحمال اللي موجودة. فلأغراض المسح قسمنا البناية إلى بيز، إلى فضاءات بهالشكل، كل طابق وقسمناها إلى طوابق، وجمعنا هاي البيانات. زين، جمعنا هاي البيانات بهالشكل لقيم اللايف لود مقاس بالبي اس اف. يعني هاي تقريبا كل رقم من ذني هي على بلاطة، يعني على نعم بلاطة بالضبط محصورة بين 4 أعمدة مثلا. بالضبط، اللي هي بس يعني بانل، هي باصطلاحاتنا احنا نعم، بانل، اي بهالشكل. فالان هنا شنو دكتور، هنا راح نحله على فرض انه عرض الفئه 20 بي اس اف، يعني الفئه تكون مسؤوله عن تغاير مقداره 20 باون على سكوير الانج. نعم، زين، ف يعني باعتبار هاي الامور مرت بالامثله السابقه، فسوينا الفريكونسي ديستريبيوشن، سوينا جدول التكرارات، بعدين رسمناه بشكل هيستوغرام، فطلع هذا هو شكل الهيستوغرام. الان الفكره انه شو يصير لو صغرنا عرض الفئه، سويناه 10، نعم. شو يصير لو كبرناه سويناه 50. فالان هذا المثال عندنا حله، لكن بدلاله العرض فئة 10. نعم، اللي لاحظه دكتور هنا انه بدينا نفقد النمطية، يعني هنا يعني صار صعب تحدد، لان هنا صعدت ونزلت ورجعت صعدت البيانات. وأيضا فهنا بعدين بعد أكو بيك آخر ورا شوية. بيك آخر بالضبط. فهذه يعني هنا النمطية اللي احنا نبحث عنها، اللي كانت موجودة هنا بشكل واضح دكتور، نعم، زين فقدناها، لكن التفاصيل زادت. أنا معناتها أنه يعني ذني أمرين، يعني من الصعب أن احنا نجمعهم اثنينهن. احنا يعني لو يعني نبدأ نلمس النمطية لكن نفقد التفاصيل، أو نحافظ على التفاصيل لكن نفقد النمطية. الآن لو كبرناها دكتور بشكل عام، نعم. هنا هواي تفاصيل ضاعت. نعم. وهنا في الفكرة هنا انه
ايش نستخدم. فبالتالي نرجع للفكرة الأساس، أنه في عرف الإحصائيين عدد الفئات يحسب هالشكل. عدد الفئات اللي يحسب من هذه المعادلة الوضعية ينطينا عرض يعني عادة مناسب. مناسب بمعنى هو يوازن بين عدم فقدان التفاصيل والمحافظة على النمطية. يعني لا تصير التفاصيل، نحافظ على التفاصيل إلى الدرجة اللي كأنما نرجع إلى البيانات غير المبوبة، ولا احنا التبويب مالتنا واسع إلى الدرجة اللي احنا يعني ما نستكشف النمطية. فالآن مثلا بالمعادلة هذه دكتور، إذا نطبق المعادلة فيطلع أفضل عرض للفئة هو بحدود 25، فرسمنا 25. فهذا الآن هذا في عرف الإحصائيين هذا هو أفضل هيستوغرام. نعم زين، بمعنى أنه هو يخلق توازن بين النمطية وتفاصيل البيانات. أي طبعا يعني للتوضيح احنا يهمنا انه نكون في اقرب صورة الى التوزيعات التكرارية المعروفة اللي مدروسة والها الها يعني الموديلات الرياضية اللي بالضبط الها امكانية استخدام بسهولة، نعرف خواصها، بالضبط نعرف جداولها، نعرف تأثير الانحراف المعياري عليها، نعرف الأجنحة مالتها بالنهاية وفي البداية إيش قد تكون مفلطحة أو تكون مجموعة حول المركز. النمطية اللي دا تتكلم عنها حضرتك أو مجموعة البيانات المعلومات اللي متوفرة، الظاهر هم من خلال الخبرة أو اشتقاقات معينة وصلوا إلى هذه المعادلة. يعني مثل ما قلنا، لو عندك 2000 ديتا، خلينا نحسبها بالله، يعني يمكن 3.3 تايمز لوج 2000 يعطي 10.8 زائد 1، يعني ال 2000 قراءة تنطيني 12 فئة. نعم بالضبط 2000 قراءة تنطيني 12 فئة، هو بينما دكتور، هذا 1000 قراءة الرسم، دكتور هذا الرسم يقول انه المعادلة يعني لها اسيمتوت، لها محاذي وبحدود ال 12. وطبعا ممكن يعني حتى من ناحية رياضية ممكن احنا نشتق هذا. إلها علاقة هاي بال30 مالتنا؟ لو بعدنا ما لا، ما لها لا، علاقة بال30. اي لأن ما أنا لها دا علاقة. أشوف من تخلي ال30 دا تنطيني الستة، يعني اللي أنا دائما أستخدمها، أنا عادة أستخدم 6 إلى 10، يمكن حكيت لك إياها قبل، يعني اي نعم دكتور، اي قلت بين 6 إلى 10 أستخدم. أنا تفاجأت الحقيقة الآن إنه إلها فد منبع رياضي، يعني هذه المسألة نعم ما كان عندي هاي المعلومة، هو بس دكتور من دا 30 يعني أطبقها ويا أرقامي إذا تطلع عبالك أني حافظها. دكتور ال30 اللي حضرتك تقول عليه راح يبين ان شاء الله لاحقا. هو لا لا، الفاصل. خليها اسرها هاي هسه، اوكي اوكي خليها اسر، خلي يشتاقوا لها ان المهندسين شاء الله اللي يتابعونا، ينتظرونا في حلقة وجلسة أخرى نتكلم عن العدد 30، هذا العدد السحري. طيب دكتور، نتوقف هنا إذا نعم تريد، دكتور. أي وإن أوكي شاء إن الله شاء الله نكمل في جلسة لاحقة إن شاء الله. الموضوع هذا الجميل المثير، هو جزء من حياتنا اليومية الحقيقة، لكن إحنا ما نستخدمه أو ما نحتك به مباشرة، لكن يمكن حتى دماغنا البشري يعني يشتغل على أساسه بدون ما نشعر صح بطريقة أو بأخرى. يعني فعلا معظم العلوم والرياضيات والمنطق والأفكار هي كلها يعني ناتجة من العقل البشري، فحتما العقل البشري يشتغل على أساسها، يعني يشتغل فعلا بطريقتها. يعني فعلا. وفعلا طيب دكتور اكو يعني بالفلسفات الحديثة يقول انه احنا
يعني حتى لو مدارسية هذه يعني نفكر، يعني نفكر بها شئنا أم أبينا. يجوز احنا يعني يجوز يجوز احنا ما بعدين، نعرف الاصطلاح اي، بس احنا نفكر بدلالته. يجوز بعدين يطلع حتى الدماغ يتصرف وفق الإحصاءات مالته داخلية يعني. فعلا فعلا فعلا. طيب دكتور، أنا أشكرك هواية أنا أشكر حضرتك دكتور، وعلى وأشكر خير، ونشكر السادة اللي الجميع اللي يتابعوني. يتابعون. شكرا جزيلا دكتور، مع تصبح على السلامة. خير. الله يخليك.